المتعلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنخصص هذه الحصة بحول الله لإنجاز تصحيح جزء التحولات النووية من الامتحان الوطني التجريبي للبكالوريا 2020. قبل أن نتطرق لعناصر الإجابة، سأبدأ بقراءة التمرين. اختار الإشعاعات النووية وظروف صيانتها داخل الوحدات الصناعية. يستعمل في مجال مراقبة بنايات الوحدات الصناعية كالمحطات الحرارية، جهاز الكشف عن الشقوق التي قد تحدث في الإسمنت المسلح أو في القنوات. تعتمد تقنية هذا الجهاز على النشاط الإشعاعي. توصلت وحدة صناعية بعينات من الإيريديوم المشع AR19277 المستعمل في هذا الجهاز ومصحوبة بوثيقة تقنية. في ظروف غامضة اختفت إحدى العينات، مما أثار التساؤلات حول أخطار الإشعاع النووي وظروف صيانة المواد المشعة داخل الوحدات الصناعية. يهدف هذا التمرين إلى دراسة بعض خواص الإيريديوم 192 والتعرف على أخطار النشاط الإشعاعي، بحيث لدينا كمعطيات تاريخ إنتاج عينات الإيريدونيوم، عمر نصف بالنسبة للنويدة الإيريدونيوم وهو يساوي 74 جوغ، نشاط العينة لحظة إنتاجها أي عند اللحظة البدئية أزر يساوي 10^11 بكيلير. لدينا كذلك الكتلة المولية ثابتة أفوغادرو، كتلة نواة الإيريدينيوم وكتلة نواة PT192878. كذلك لدينا الأهم هنا هو المخطط إنزيدين أو ما يسمى بالمخطط مخطط سيجري لبعض النواة بصفة عامة. الجزء الأول من التمرين، أولا تفتت نواة الإيريدينيوم. نويدة الإيريديوم AR19277 إشعاعية النشاط بطا موه 1-1. حدد الرمز التام لكل من النويدتين X1 وX2. علل جوابك. 1-2 اكتب معادلة تفتت نويدة الإيريديوم AR19277 محددا نويدة XAZ3 المتولدة. هل هذه النويدة المتولدة مستقرة أم لا؟ بالنسبة للسؤال 1-3 احسب بالوحدة قيمة الطاقة خلال التحول النووي أي طاقة التحول أو ما يسمى بالطاقة المحررة. ثم الجزء الثاني، ثانيا تطبيق قانون التناقص الإشعاعي. 2-1 أوجد M0 كتلة عينة الإيريديوم الموجودة في العينة لحظة إنتاجها أي عند اللحظة البدئية. ثم 2-2 حدد نشاط عينة الإيريديوم 192 الموجود بالعينة لحظة اختفائها، علما أن المدة الزمنية بين لحظة إنتاج العينة ولحظة اختفائها هي سنة واحدة. ثم بالنسبة للسؤال 2-3 نفترض أن جسم الإنسان لا يتحمل إلا جرعات مشعة من الإيريديوم 192 ذات نطاط إشعاعي أقل من القيمة الحدية L يساوي 10^4 بكيريل. باعتبار لحظة إنتاج العينة أصلا للتواريخ، أوجد T1 اللحظة التي يصبح فيها نشاط العينة حديا. 2-4 علما أن العينات وصلت إلى الوحدة الصناعية بعد سنة من إنتاجها، استنتج المدة الزمنية التي يجب أن تبقى فيها العينات المشعة تحت المراقبة المشددة داخل الوحدة الصناعية. الآن سنمر إلى عناصر الإجابة.
إذا بالنسبة للجزء الأول تفتت نواة الإيريدينيوم، بالنسبة للسؤال الأول 1-1 الرمز تملك كل من النويدتين X1 وX2. إذا لتحديد الرمز لكل من النويدتين سنعتمد على مخطط إنزيدين. بالنسبة للنويدة X1 من خلال مخطط إنزيدين سنلاحظ أن نويدتين X1 وR توجدين على نفس العمود الرأسي للعدد زد تساوي 77، أي للنويدتين نفس العدد ذري الزد. ونعلم من خلال تعريف النظائر أن النظائر هي النويدات التي لها نفس العدد ذري الزد وتختلف من حيث عدد النويات. إذن هنا بما أن لـ XA و AR نفس العدد ذري الزد، أي أن لرمز العنصر X سيكون هو AR، ومن رمز النويدة X1 هو AR. من ناحية أخرى سنلاحظ أن النويدة X1 تنتمي إلى العمود الأفقي ذو العدد N يساوي، أي عدد النوترونات يساوي 116، ونعلم أن عدد نويات A يساوي عدد البروتونات زائد عدد النوترونات، إذن سنجد بأن عدد نويات يساوي 193. إذن من هنا سنستنتج أن رمز النواة X1 هو AR 193.77. بنفس الطريقة بالنسبة للنويدة X2 من خلال مخطط زيدين سنلاحظ بأن النويدتين X2 و PT توجدين على نفس العمود الرأسي ذو العدد زد يساوي 78، أي النويدتين تكونين نظيرين للعنصر PT، ومن رمز النويدة X2 إذن سيكون هو PT. من جهة أخرى للنويدة X2 سنلاحظ أنها تنتمي إلى العمود الأفقي ذو عدد النوترونات N يساوي 115. نفس الشيء سنجد أن عدد النويدات بالنسبة للنويدة X2 يساوي 193، ومن خلال مخطط إنزيدين سنستنتج أن رمز النويدة X2 هو PT 193.77. الآن سنمر إلى السؤال الثاني، معادلة تفتت نويدة الإيريدينيوم. إذن بما أن الإيريدينيوم إشعاع النشاط بالطموة، إذن ستكتب معادلته على الشكل التالي: نويدة الإيريديوم 192.77 ستعطينا نواة متولدة X3 الزد زائد الدقيقة بالطموة، أو النشاط الإشعاعي بالطموة، أو الدقيقة إلكترون 0.1. لتحديد رمز النواة X3 سنعتمد على قانون صودي أو ما يسمى بقانون الانحفاض. إذن انحفاض عدد الكتلة، إذن سنلاحظ بأن 192 ستساوي A زائد 0، أي أن سنجد بالنسبة للنويدة X3 عدد النويدات هو عدد النويات هو 192. ثم من خلال انحفاض عدد الشحنة، أي 77 ستساوي زد ناقص 1، سنجد بأن لـ X3 عدد ذري زد يساوي 78. نعود نفس الشيء إلى مخطط سيجري الموجود في المعطيات لنستنتج أن النواة المتولدة هي PT 192.78. في نفس السؤال طرح السؤال: هل النويدة المتولدة مستقرة أم غير مستقرة؟ بحيث لدينا من خلال مخطط سيجري أن النويدات ذات اللون الأسود فهي مستقرة، إذن سنلاحظ بأن نويدة PT 192.78 تنتمي إلى المنطقة ذات اللون الأسود، أي أنها نويدة مستقرة. الآن بالنسبة للسؤال الموالي 1-3، قيمة U الطاقة خلال التحول النووي بالوحدة ميجا إلكترون فولت. نعلم بأن الطاقة تساوي القيمة المطلقة
للتغير الطاقي للتفاعل النووي، بحيث التغير الطاقي يساوي كتلة النواتج ناقص كتلة المتفاعلات في سرعة انتشار الضوء في الفراغ واستثنان. أي سنجد أن الطاقة تساوي كتلة PT192.78 زائد كتلة الإلكترون ناقص كتلة الإريديوم ER192.77 الكل في C2. إذن سننجز التطبيق العددي لنجد أنها تساوي القيمة المطلقة لناقص 5.5 في 10^-4 إنتي أتوميك، أي الوحدة الذرية في C2. نعلم أن 1 إنتي أتوميك تساوي 931.5 ميجا إلكترون في C موانزا، ومن سنستنتج أن قيمة E تساوي تقريبا 5.1 × 10^-1 ميجا إلكترون. الآن سننتقل إلى الجزء الثاني، تطبيق قانون التناقص الإشعاعي. إذا بالنسبة للسؤال الأول، إيجاد M0 كتلة عينة الإريديوم الموجودة في العينة لحظة إنتاجها. إذا لحساب هذه الكتلة لدينا كمعطيات النشاط الإشعاعي للعينة عند اللحظة تساوي صفر، ونعلم أن لدينا العلاقة بين النشاط الإشعاعي وعدد النويات عند اللحظة تساوي صفر، أي A0 يساوي لندا في N0، بحيث لندا نعلم أن تي أندومي يساوي إلينجوج على لندا اللي هي الثابتة الإشعاعية، أي سنجد تعبير لندا يساوي إلينجوج على تي أندومي. إذن سنعوض في تعبير النشاط الإشعاعي عند اللحظة البدئية، سنجد أن A0 يساوي إلينجوج تي أندومي على تي أندومي في N0. من ناحية أخرى نعلم أن كمية المادة تساوي عدد النويدات على ثابتة أفوغادرو، وكذلك أن كمية المادة تساوي الكتلة على الكتلة المولية. من العلاقتين سنجد أن عدد النويدات عند اللحظة تساوي صفر يساوي الكتلة M0 في N على M. إذن سنعوض في العلاقة الأولى، أي تعبير نشاط الإشعاعي عند اللحظة تساوي صفر، لنجد أن تعبيره سيكتب على شكل A0 يساوي إلينجوج على تي أندومي مضروبة في M0 في N على الكتلة المولية. ومن سنستنتج تعبير الكتلة لعينة الإريدونيوم، أي M0 تساوي ثابتة أفوغادرو في إلينجوج على تي أندومي في A0 في M. إذن ننجز التطبيق العددي لنجد أن كتلة هذه العينة تساوي تقريبا 3.4 × 10^3 غرام. بالنسبة للسؤال الموالي 2.2، نشاط عينة الإريدونيوم الموجود بالعينة لحظة اختفائها. إذا سنعتمد على تعبير النشاط الإشعاعي، أي أن لدينا التعبير يساوي A عند لحظة معينة، أي عند لحظة اختفاء العينة، يساوي A0 أي لحظة النشاط الإشعاعي للعينة عند إنتاج هذه العينة إكسبونونسيال ناقص لندا دو تي، مع لندا تساوي إلينجوج على تي أندومي. إذن سنعوض في تعبير النشاط الإشعاعي ليصبح A يساوي A0 إكسبونونسيال ناقص إلينجوج على تي أندومي فوا تي. إذن هنا ننجز التطبيق العددي، بحيث اللحظة تي ستمثل سنة واحدة، أي 365 يوما، لأن تم. إذا ننجز التطبيق العددي لنجد أن النشاط الإشعاعي للعينة بعد مرور سنة من إنتاج هذه العينة يساوي تقريبا 3.3 × 10^9 بكيري. الآن بالنسبة للسؤال 2.3، إيجاد تأن لحظة التي يصبح فيها نشاط العينة حديا، بحيث أعطي لنا قيمة النشاط الإشعاعي عند هذه اللحظة. إذا نفس الشيء سنعتمد على تعبير النشاط الإشعاعي عند اللحظة 1،
سيكتب AL يساوي A0 exponential ناقص lambda T1. إذن بما أننا نبحث على T1 إذن يجب إزالة الإكسبونونسيال، أي سنحصل على AL على A0 تساوي exponential ناقص lambda T1. ندخل للين لإزالة الإكسبونونسيال ثم ننجز المقلوب لإزالة الإشارة ناقص، أي سنجد أن إلين A0 على AL يساوي لندا T1، ومن تعبير T1 سيساوي 1 على لندا إلين A0 على AL، بحيث لندا تساوي إلين 2 على T1 دومي، أي سيصبح تعبير T1 هي T1 دومي إلين على إلين 2 في إلين A0 على AL. إذن ننجز التطبيق العددي لنجد أن T1 تساوي 1193 جور، أي يوم. بالنسبة للسؤال الأخير، استنتاج المدة الزمنية التي يجب أن تبقى فيها العينات المشعة تحت المراقبة المشددة داخل الوحدة الصناعية. من خلال السؤال السابق تم حساب المدة الحدية، يعني التي يصل فيها النشاط الإشعاعي لعينة الإيريدونيوم إلى القيمة الحدية، ووجدنا أن المدة المستغرقة هي 1193 يوما. وبما أن تم إنتاج العينة تم بعد مرور سنة، إذن هنا لحصول على لحظة T سننجز العلاقة أن T تساوي T1 ناقص T2. T1 تمثل يعني المدة الزمنية الحدية للنشاط الإشعاعي للعينة، ناقص سنة الإنتاج، لأن هناك تم حسب المعطيات بعد سنة من الإنتاج. إذن ننجز التطبيق العددي لنجد أن المدة الزمنية هي 828 يوما. إذن أحبائي، هذا كل ما لدينا في هذه الحصة. أشكركم على انتباهكم، وإلى حصة قادمة بحول الله.